احتفل مشجعو منتخب الجزائر عقب وصوله إلى الدور قبل النهائي للنسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر. وجاء تأهل منتخب الجزائر على حساب منتخب كوت ديفوار إثر فوزه عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد سويس الجديد. وستواجه الجزائر في دور نصف النهائي منتخب نيجيريا الذي تغلب على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي برسم دور الربع. وكان منتخب الجزائر افتتح باب التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فاغولي فيما سجل هدف التعادل لكوت ديفوار جوناثان كودجيا في الدقيقة 62. وكانت الجزائر قد تأهلت إلى دور الربع بعد فوزها على غينيا بثلاثية نظيفة باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.